مساءكم خير. لسه بنتكلم عن مبادرة مصر الرقمية وشفنا ثمار المنتج النهائي ليها، ومن أجمل ما في المبادرات دي إن المنتج النهائي بشر، ناس مصريين بيزيدوا من القيمة الشخصية ليهم ومن القيمة الشخصية لسوق العمل في مصر بشكل كبير. احنا اتأخرنا على المهندس مايكل فبنرجع لك ونبتدي معاك. مهندس مايكل ستيفانوس مؤسس واحدة من الشركات اللي في ريادة الأعمال التكنولوجية، وعايزة كمان على طول أسأل حضرتك الأول مساء الخير ولنا عن مشاركتك في مبادرة مصر الرقمية أو الدعم اللي أخذته من هذه المبادرة. مساء النور. الأول أنا مايكل، فعلا المؤسس والمدير التنفيذي لشركة كواليتي للمقاولات، أو بالأخص في مجال الشبكات والفايبر أوبتكس والأنظمة الذكية المدمجة. طيب أنا زي أي طالب أو مهندس لسه فريش جرادز بيبقى طالع، بيبقى متلخبط مش عارف يختار أنه تراك أو أنه مجال اللي يقدر يكمل فيه. بس كان عندي حلم اني يبقى ليا البيزنس او الشركه الخاصه بيا. حلو. في وقتها كان قدامي فرصه في مجال الموبايل في شركه من الشركات الرائده في مصر والانترناشونال في نفس الوقت. انتهزت الفرصه دي طبعا. بعد وقت ابتديت اتنقل من اكثر من بوزيشن فيها على حسب الخبره، بس يعني عاوز اقول لك انه برضه كان في انترفيوز كتير، كان في ريجكشنز كتير، مش بس في المجال ده، حتى لما كنت بحب انقل لمجال غيره. في وقتها سمعت عن مبادره شباب مصر الرقميه، فقلت واي نوت، ما اجرب مجال جديد. يعني انت دخلت واخدت الماجستير في المبادره؟ انا قدمت على المبادره. هو ما كانش ماجستير، هو كانت شهادات انترناشونال وبراكتيكال في نفس الوقت على مجال الداتا نتورك والفايبر اوبتكس ورياده الاعمال. كل واحده منهم كان ليها دور انها تغير الكارير بتاعي خالص، من اول رياده الاعمال اللي هو رجعني تاني للحلم اللي كان عندي من 2014 انه يبقى ليا الشركه بتاعتي. الجزء الثاني بتاع الداتا نتورك لقيت ان انا حابب المجال ده اكتر، وفي نفس الوقت عملت شيفت كارير جذري من مجال الموبايل اللي انا كنت فيه لمجال تاني ما كانش اصلا في دماغي بصراحه في وقتها. ساعدتني بطريقتين. الطريقه المباشره انه الشهادات دي كانت هي اللي ليها الفضل ان احنا نقدر نشيل اول مشروع باسم الشركه نفسها، باسم شركه كواليتي. احنا كنا موجودين طبعا زي ما كنت قلت قبل كده. بدانا انا وشريك ليا في الغردقه، كل واحد فينا ساهم بمبلغ وقلنا هنجرب. يعني مايكل انا بس عايزه اسالك، يعني انت اخذت مجموعه الشهادات الاوليه لكن ما كملتش في المبادره الاخر، انا كده فاهمه صح؟ لا كملت في المبادره الاخر. طب حلو. هي الفكره ان الدعم كمان اللي انت اخذته غير الدراسه، اقصد هل المبادره كمان عندها مساهمات لاحتضان الشغل بتاعك المشروع بتاعك، ولا هو الدعم العلمي اللي فرق معاك اكتر؟ هو بالنسبه لي انا ما كانش مشروع، انا كانت شركه متكامله الاركان من اول الجزء التكنيكال والبراكتيكال اللي هو خلاني اسست الشركه من البدايه لغايه لما ابتديت انزل الماركت وانزل اقول ان انا شركه شغاله في مجال شبكات المعلومات والفايبر اوبتكس في جزء من البحر الاحمر او الصعيد. الشركات دي كلها او كل المعروف عن الاونرز الموجودين بيجيبوا شركات من القاهره، فكانت انا اول شركه موجوده يعتبر في المنطقه دي من نفس المنطقه من الغردقه نفسها. فكانت المبادره ساعدتني بطريقه غير مباشره. وفي نفس الوقت طبعا كان ليها الفضل طبعا بعد ربنا ان احنا نقدر نشيل الشغل نفسه. لا ربنا معاك، ويا رب دايما نسمع كده انه المبادرات مؤثره في حياه اصحابها، ولما بنقول ان المبادره بتاثر في حياه الناس بتاثر في مستقبل الدوله، هو ده ما هو اللي مايكل بيقوله. انه الصعيد مثلا كان محروم من النوع ده من التخصصات لانه ما كانش موجود، مايكل بقى موجود بيسد هذا الدور.